أثارت استقالة مايكل فيلين مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي ليلة أمس مطالب في البرلمان الأمريكي الكونغرس بإجراء تحقيق بشأن علاقاته مع السفير الروسي في واشنطن واتهامه بتضليل نائب الرئيس مايك بينس بشأن فحوى المحادثات التي دارت بينهما. هذا فيما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، قال إن فيلين قد يعود للعمل من جديد مع إدارة ترامب بوظيفة جديدة. بعد الكثير من النقاش والجدل بشأن علاقته مع روسيا، الجنرال مايكل فلين مستشار الأمن القومي الأمريكي يستقيل من منصبه، والقصة لم تبدأ مع ما يشار إلى أنه أحاديث هاتفية أجراها فلين مع السفير الروسي في الولايات المتحدة حول رفع العقوبات المفروضة أمريكيا على موسكو، وإنما قبل ذلك بشأن علاقته مع الجانب الروسي وزيارته إلى موسكو ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبعد ذلك تبنيه سياسة ناعمة تجاه روسيا. استقالة كانت محتومة، فلم يكن يجب أن يتحدث مع السفير الروسي عندما كان أوباما رئيسا، ولم يكن ترامب رئيسا بعد. ثانيا، كذب فلين تقريبا على الجميع بمن فيهم نائب الرئيس، لا يمكن العمل مع أشخاص يكذبون. وثالثا، هناك جدال فيما يتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات، وهذا الجدال سيزداد وخاصة مع علاقة ترامب بروسيا. إشارات مختلفة من البيت الأبيض، فنائب الرئيس الأمريكي نفى قيام فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي، ليتراجع المتحدث باسم فلين لاحقا ويقول إن مستشار الأمن القومي غير متأكد أنه ناقش العقوبات. أما مستشارة البيت الأبيض كيليان كونوي فقالت إن ترامب على ثقة كاملة بفلين، ثم عاد المتحدث باسم البيت الأبيض ليقول إن الرئيس يقيم الوضع، ليقدم بعد ذلك فلين استقالته التي قال فيها إنه قد يكون قدم معلومات مجتزأة عن غير قصد. إذا نظرت إلى ما يقوله ترامب من الودية تجاه روسيا وانتقاد الكثير من الدول الديمقراطية في الوقت الذي لم ينتقد فيه بوتين أو روسيا، تقريبا كل الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس يعارضون ذلك، وتقريبا معظم أعضاء إدارته يعارضون ذلك، وهذا ليس موقفا يستطيع أن يحافظ عليه ويحكم أمريكا من خلاله، لأن كثيرين يعارضونه. أما تبعات الاستقالة فلا تقل جدلا عن الاستقالة والأسباب التي أدت لها. من المستفيدين الذين يقول كثيرون تأتي طهران في مقدمتهم، إضافة إلى بعض أعضاء الإدارة الذين رفضوا توجه فلين نحو موسكو، إلى قائمة الخاسرين التي تطول وتبدأ من موسكو والجماعات التي تدعم الإسلاموفوبيا. المطالب باستقالة فلين جاءت من الديمقراطيين ولم يقم الجمهوريون بالدفاع عنه، لتكون هذه أول استقالة تطال أحد أعضاء إدارة ترامب. ولن تهدأ العاصفة الآن، يقول متابعون، وإن أصبحت تشكل فرصة للرئيس الأمريكي لتغيير مسار إدارته المثير للجدل. ريما أبو حمدية، تلفزيون العربي، واشنطن.